اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من بوليتيك مع اليوم عبد الوهاب جاكون ومختار مديوني. مساء الخير. مساء الخير مشاهدي الكرام. في عدد اليوم نتناول بالدرجه الاولى الوضعيه الوبائيه في بلادنا. الوضع اصبح مقلقا وان كان السلطات تقول انه رغم انه مقلق وعدد الاصابات كبير ولكن الوضع ما زال الى غايه اليوم تحت السيطرة. ما سنتناول هذه النقطة بالنقاش. هناك أيضا ارتفاع في عدد الإصابات في اجتماع ترأس رئيس تبون لاجتماع مع أعضاء اللجنة العلمية، فيه قرارات اتخذت، فيه أيضا خبر إصابة الوزير الأول بفيروس كورونا. وسنتناول الإجراءات المتخذة في هذا الشأن وإلى أين وصل الوضع، خاصة مع الحملة التي شرعت فيها الحكومة وخاصة وزارة الصحة لدفع الجزائريين نحو التلقيح. قبل ما نبدأ نروح إلى خبر مؤلم ومؤسف يتمثل في حوادث مرور تقريبا حديثي مرور في قسنطينة وبرج باجي مختار. الأول خلف 18 قتيل وتسع جرحى، والثاني خلف 9 قتلى ربي يرحمهم. ونغتنم الفرصة باش نعزيو الأهالي تاعهم. رئيس تبون أيضا في تغريدة أو في صفحته على الفيسبوك عزة العائلات، عائلات الضحايا، و يعني فاجعة كما وصفها بيان الرئاسة. عبد الوهاب جاكونة ومختار مديوني. حوادث المرور تحصد يعني بعدد كبير من المواطنين في كل أسبوع، لأن نشوفوا باللي لو كومبورتمون في الطريق، يعني التصرف تاع بعض السائقين ما يخليش تنقص من حدة الحوادث. كما تشوف يعني الحافلات هادو، كما نشوفوا الحافلة هذه، أنا كي نشوف حافلة هذه في الطريق نخاف، لأن اليوم تشوف سيارات سي حناشي اني 70 تبقى غاضبة الطريق، تبقى تسقسي اسكو هذا عنده كونترول تكنيك ولا ما عندوش. ما كان حاجات تفونكسيوني في اللوطو وتتمشى نورمال. لكن حسب دراسات في الجزائر تاع مصالح الامن وحتى تاع شركات التامين، اغلب حوادث المرور يتسبب فيها سيارات جديده مش قديمه، السيارات الثقيله البوالور والسيارات الجديده، تشوف شبان يصوروا بتهور مش قديمه. شوف هذيك هضرناها وكان يعني فينومين اللي هو في العالم كامل، شكون ابال اللي يروديو في الطرقان في الليل يقارعوا كي تفرغ الطريق، اللي بغى يسير الموطو تاعو اللي بغى يسير الفواتور تاعو. حنا تفاهمنا وهضرنا شحال من مره، قلنا اقتراحات حتى لو بريفي يبو انفستير في هادو، كريي شكون ابال دي بارك بور دي لي زيسي فواتور كيما لي غران. علاش؟ لان هاد الشيء واقعي راه صار، انا نشوفو فيهم في طريق زيراردا في لوطوروت، يعني في الويكاند اللي رفد لا موطو على 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 روضه وحده، ديروا لهم دي سيركوي. مام ان بريفي بو انفستير في هادي يخلص، هي اون امبيرونس كان ريغلومونطاسيون الى اخره. بصح ولكن كي تشوف الحادث هذه، يعني كي تشوف البروبليم سي البروبليم دو لونتروتيان تاع لي فيكول هادو، والله لي بوس هادو ما يحبسوا والله ما يحبسوا. ولكن يا مختار يعني ما نظنش بانه البعض فقط في نهايه الاسبوع او في الليل، ولا سلوك يومي تاعنا سلوك يومي، تشوف واحد يسوق في سيارته في لوتوروت او في الطريق كانه في يلعب في البلاي ستيشن. ظاهره خطيره جدا، يعني غير موجوده في كثير من الدول، يعني تسيبو يمشي 120 130 كيلومتر في الساعه ويتجاوز على اليمين على اليسار بشكل غريب جدا. هذا يبدو سلوكنا احنا اليومي وليس فقط قضيه تاع استثمار او مش استثمار. على كل حال لا ندري ما هو الحل، هل كما مثل كورونا يعني يبدا منا احنا من سلوكنا اليومي من تفكيرنا في 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 الاخرين الى اخره. اذا ما قمناش نحن بمثل هذا السلوك لا اظن انه سواء الردع او العقاب راح يجي. لان سي حناشي حتى شحال من كاع الحوادث الكبيره اللي تروح فيها ضحايا لو نومبر دي امبورتون يلامبليك دي بيوس، لي بيوس تاع لي جو في الليل في الليل من الصحراء ينعس دي فوا، ينعس باسكو دي فوا تسيب يعني لو بروبريتير تاع لو بارك دو بيوس هادو مريكروتي يعني لو مينيموم دو بيرسونيل يوصل ويعاود يرجع سور اون ديستونس دو 800 كيلومتر يرقد في الطريق ونشوف الشاحنه الاخرى اللي هي معاه. سي مختار المشكل ماهوش في ممارسه الرياضه تاع اوروديو قد العدد نتاعهم الجزائريين اللي مارسوا هذه الرياضه، ولكن المشكل مشكل في البشر، مشكل في البشر. انا نظن قضيه اولا ثقافه، كذلك قضيه اخلاق، قضيه وعي لازم نهضروها. العامل السرعه هو السبب الاول في الحوادث المرور، هو العامل السرعه بكل صراحه. عامل السرعه هو صح. فزيد كان في عمليه تاع الردع
حتى يعني القوانين شويه كما نقولوا احنا زاد حصروها اكثر وهكاك نفس الوضع زيد فيه المراقبه التقنيه. اليوم مثلا لما يوقفك الشرطي من بين الاشياء اللي يطلبك هو المراقبه التقنيه، ما لقاش عندك المراقبه التقنيه يدير لك كما نقولوا احنا عقوبه. إذن من القضيه هي قضيه وعي، انا نقول لكم الصراحه هي قضيه وعي وقضيه البشر. البشر اذا كان عندنا وعي وعندنا اخلاق وعندنا ثقافه ما نوصلوش الاشياء. يعني بكل صراحه رانا بين البلدان يعني الاوائل في 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 قضيه ايه يعني بكل صراحه ورايحين ورايحين. يعني درك اليوم تخاف انت مثلا تخاف تخرج مع العائله نتاعك. انا مثلا نعطيكم يعني كما يقولوا حدوثه، ان الام نتاعي الله يرحمها عمرها ما تخلينا نركبوا في سياره واحده، تقول لك لازم تقاسموا. لماذا؟ ما كانش في امن، ما كانش في امن في الطرقات. يعني يجب التذكير انه الجزائر من اكثر الدول في حوادث المرور، عندنا سنوين ما عدلت 4000 الان اقل شويه يعني 3500 3600 ظن، في حين انه في بعض الدول اللي عندها تقريبا ضعف عدد سكان الجزائر وثلاثه اضعاف البارك اوتوموبيل تاعهم مقارنه بالبارك اوتوموبيل تاعنا، عندهم عدد سير اقل اقل. هذا يعني ان المشكل فينا احنا في سلوكنا الى اخره. على كل حال مختار باش ما نطولوش كان شاحنه مع الحافله رانا في الويكاند داكور، رانا في الويكاند الشاحنه كون جينا ننظموا نفوسنا كما بعض الدول الشاحنه اش غادي دير في الطرق؟ نخلوا الطرق في الويكاند للعائلات اللي بيوس اللي ديبلاساو، اما الشاحنه اونيكمون لي برودوي بيريساب ولا لي برودوي ديورجونس. الاقتصاد الوطني الاقتصاد ايضا مبني على احترام المحترم رايح في الويكاند كم يتعرف توقيت يا استاذ عندهم لهم توقيت يدخلوا العاصمه الا في الليل حتى في احترام القانون فقط يكفي باش ثاني. يعني يجب مش الان بصدد الانتقاد لانه هذه مأساة تخص عائلات كثيره، يعني نترحموا على هؤلاء الضحايا ونقدموا تعازي للعائلات، ولكن مأساة مآسي في العائلات أقدمية العتاد، لأننا في رأيي الحاضرة تاع السيارة تاع الوطنية تتجدد. نعم جدت يعني جدد. أظن القضية تتعلق بالسرعة وعدم احترام قانون المرور، عدم احترام ليس فقط قانون المرور، نحن لا نحترم القانون لهذا في كل شيء للأسف الشديد. نروح الآن إلى قضية كورونا في ونبدأ من قضية كورونا، أولا بإصابة الوزير الأول، ثانيا باجتماع مجلس أو ترأس رئيس تبون لاجتماع لأعضاء اللجنة العلمية، سنأتي في هذا النقاش إلى ذكر بعض القرارات. وقبل ما نبدأ في هذه النقطة هناك أيضا وفاة وكيل جمهورية مساعد بمحكمة سيدي محمد بكورونا، وأيضا قبل يومين وفاة رئيس مجلس قضاء المدية أيضا بكورونا. شفنا وزير العدل السيد عبد الرشيد الطبي عز عائلات الضحايا ربي يرحمهم، كذلك رئيس نقابة القضاء سيدي سعد مبروك قدم تعازيه. الكورونا مازال يحصد عدد كبير اليوم إصابات، فقط باش ندخلوا للموضوع نشوفوا الإصابات تاع كورونا 800 نظن 55 أظن 813 إصابة و13 نوفاة، الرقم في تصاعد مستمر، الوضع الوبائي صعب جدا. اليوم في اجتماع اللي ترأسه السيد تبون تم اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا الوباء، طلب الرئيس من اللجنة العلمية ومن وزراء اللي حضروا هذا الاجتماع الحث على الجزائريين على التلقيح لأنه لا يوجد حل آخر، واتخذت إجراءات منها رفع نسبة أو الأسرة نسبة الأسرة المخصصة في المستشفيات من 7 إلى 15% وفتح المراكز الطبية الجوارية والمستشفيات الجوارية أمام أي طارئ، ولكن حسب البيان أنه رغم هذا الارتفاع الكبير ما زالت الوضعية تحت السيطرة. وإذا قارناها مثلا بعض الدول نشوفوا مثلا في المغرب عدد الإصابات اليوم 1564 إصابة، في تونس الوضع هرب من السيطرة، ارتفع عدد القتلى إلى عدد الضحايا عفوا إلى أكثر من 16 ألف ربي يرحمهم 16 ألف ضحية في تونس، عدد كبير جدا. في الجزائر يجب التذكير أنه نحن الآن في 3800 أظن نعم لا كم نعم 3824 ضحية. على كل حال الوضع صعب جدا مختار مديوني أو عبد الوهاب جاكو.
انا نظن الشيء اللي يخوف لما تشوف الناس اللي راهم في العنايه يعني المركزه 49 شحال عندنا ما شفناش لو نومبر هذا تاع 49 وهذا يخلق مشكل على لي ستركتور هوسبيتاليير. اليوم السيد رئيس الجمهوريه عطى حتى تعليمات ان في لي فيل كوتيير اذا طلب الامر اننا نستعمل البواخر كاوبيتو، لان اليوم شكروك لو رابور تاع اللجنه الطبيه جعل ان لان فاني ما تنساش كان حاضر قائد الدرك الوطني في الاجتماع هذا ويعني المدير العام للامن الوطني في الاجتماع هذا، لهذا نشوفوا باللي فيه تراخي في بعض الاجراءات لان حتى باش نتفاداو مثل هذه الارقام هي الوقايه هي لابافيت، لابافيت هذه اوبليغاتوار تشوف تدخل الادارات حتى في ادارات يعني ادارات تاع الدوله ما كاش لابافيت. احنا هذا هو الشيء اللي خلنا التراخي، احنا رانا جايين في الصيف انا نشوفوا في العراس في الطرقان، روح شوف الاسواق تاع الغنم على جال الضحيه تاع العيد، شوف شرا صاري في الاسواق هادو، يعني كي تبقى تشوف حتى الرقم هذا ما يعني هو هابط بارابور للشيء الكومبورتمون تاع الناس الشوارع البحار يعني البحار الى اخره، يعني ما كاش وقايه، الناس ماهيش كي تشوف هرم قوضات يعني تشوف ناس اللي معروفين قوضات صحفيين اللي توفوا، هذه اون برانسيب ستون اليرت ها هو الوزير الاول نتمناو له الشفاء يعني ويدخل يعني يرجع للعمل تاعو عند قريب، ها هو وزير اول يعني فيان ديتر كونتاميني. Donc le problème c'est que le Covid existe et le variant Delta قالوا اختصاصيين كما دكتور درار الى اخره c'est que le Delta هذا il contamine واحد فينا يكونتامين ثمانية واحد فينا يكونتامين ثمانية et la contamination elle est rapide. Donc واليوم الناس اللي ماهيش فاكسيني كي يضربك الدلتا هذا يقتلك ما يراتيكش لان هذا تاع الهند سي لو فاريون تاع الهند لو دلتا هذا هي لو دلتا بلس ماتنون بار انكور دو دلتا بلس إلي فوراتيل إلي فوراتيل. احنا ما غارديناش لا ديستونس يا سي حناشي، كاين محلات تصور لك لابافيت اوبليغاتوار هو موش دايرها والداخل الناس ماهمش دايرينها، كيف بغيت نحافظوا على السيستم دو سونتي تاعنا لي فاكسان راهم كاينين كما قالها دكتور درار قال لك جوستومون يا دي ميليي دو فاكسان كي اتون دي سيتويان واحد ما راح يفاكسيني لازم الحمله تاع لا فاكسيناسيون في الادارات الى اخره سيرتان ستركتور وسا دوفيان اوبليغاتوار. الاخرين لازم تحسيس مش غير تحسيس ولكن اون غروند كومبان دو فاكسيناسيون بور مونتري. انا شوف كون جات عليا قلتها واحد العام حتى في لي زيكرون تاع الطرقان لي زيكرون تاع لوتوروت هادو نوري مالاد دو كوفيد مام نفلوتي له وجهه موري ان مالاد دو كوفيد باسكو شفناها في العائلات تاعنا كومون كي ديبرونشي بالك هاد الصور هادي تعطي يعني تعرف مختار في النقطه هادي. انا مع الذين يعني يقولون بعدم اجبار الناس بالقوه على 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 التلقيح لانه مسؤوليه كبيره، يعني نظن في العالم اتجاه واحد عدم فرض القوه ولكن ممكن جدا بدرجة أقل يعني مثلا إدارات أو مؤسسات على الأقل المساهمة في التخفيف من يفرضوا على العمال تاعهم أو الموظفين تاعهم القيام بالتلقيح مثل تفرض عليه يدير الكمامة أو يغسل يديه بالجال تفرض عليه يدير التلقيح. ممكن بهذا الشكل على مستوى المحلي يعني على مستوى المؤسسات والإدارات ممكن جدا تقليل من 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 عدد الإصابات الضخم اللي رانا نشوفه فيه. لا درك الحالة هذه أنا بالنسبة لي الموجة الثالثة هذه يعني تؤكد شيء أنها الكوفيد ما بقاش خرافة، والمعركة المقبلة اللي لازم نربحوها هي معركة التلقيح، ما كانش كيما نقولوا احنا وسيلة ولا سبيل آخر. حتى اليوم أنا في فرنسا غدوة رئيس الفرنسي راح يدير خطاب فيما يتعلق بالنقطة تاع التلقيح، ما كانش يعني كيما نقولوا درك لازم ناخذوا مسؤوليتنا احنا كشعب. تحبوا نرجعوا للحجر الشامل كما في السابق ونغلقوا على أنفسنا ومن بعد نقولوا رانا تخنقنا؟ لا لازم ايضا من يعني نخدموا ونعملوا حتى ما نرجعش اللي عشناه يعني في الاونه الاولى نتاع الكوفيد. زيد كما قال الزميل مختار اليوم في تراخي صحفيه راحت مصلحه الاستعجالات في مصطفى يعني شافت الناس جاي داخلين وحتى الحراس ما يطالبوش يعني ما يطالبوش ولا ما يجبروش ولا ما يفرضوش على الناس بعد حتى يعني سألت الطبيب قال شغل
شغل ما قدرش ما قدرناش. يا ناس هذه مسؤوليه حتى وزيد حنا نقولوا باللي المستشفى هو والدور فيه الميكروب بزاف بس كذي هذه كما يقول الاخر هذه كما حقيقه يعني على غالب لان الناس كي يمرضوا يروحوا للمستشفى. اذا كان المواطن يروح مصلحه الاستعجالات وما يديرش الكمامه واش معناه؟ هذه لا مسؤوليه، هذا سلوك غير مسؤول. وانا نقول لك لازم تكون فيه حمله من اليوم لا سيما على التلقيح. كاين فيه مبادرات كما شفنا مثلا يعني بعض البلديات حلت خيم كما حنا في اول مي في حتى عند المركزيه النقابيه داروا مخيمات ثم باش الناس يجي يطلق باش يديروا التلقيح. كذلك حتى في المساجد كاين فيه مبادره من وزاره الشؤون الدينيه اللي دارت هذا الشيء. هذه اشياء مليحه، ولكن راني نشوف فيه اللي كانوا شويه متردين ما حبوش يديروا التلقيح اليوم فيه طلب، اليوم فيه طلب تاع التلقيح. ولكن السيكتور ستراتيجيك سي اوبليغاتوار تخدم في المشكله عبد الوهاب انه بصراحه يعني احيانا نخافوا نهضروا على الشعب لي على علينا كامل على كامل يقول لك انت وراك ضد الشعب، وشفنا اللغه هذه للاسف الشديد حتى ولينا نخافوا واحد ما يهدرش. ولكن لازم نستعرفوا بانه رانا نلعبوا دور جميعا في الشيء اللي راه يصرى في بلادنا. يعني واحد ما يديرش الكمامه، واحد ما يستعملش الجال، واحد ما يقول لك ما نروحش نلقح، وكي تقول له يعني ممكن راح تكون في خطر العائله تاعك في خطر المجتمع في خطر يقول لك تكتب علي ربي الموت. اكيد كلنا نؤمنوا بالله تعالى كاع نؤمنوا بالموت، ولكن لماذا كي تكون عندك عمليه جراحيه تروح للمستشفى؟ لماذا كي يضربك راسك تشرب دوليبران؟ لماذا لماذا لماذا؟ دير التلقيح ومن بعد لما يجي الاجل يجي الاجل. هذاك حنا رانا كاع مؤمنين. وبالتالي حتى لما تروح للسوق لما تروح للاماكن العامه ما فيش التزام لا بالكمامه للاسف غالبيه لا بالكمامه لا بالتلقيح. يجب ان نعترف باننا نتحمل نحن جزء من مسؤوليه ما يحدث، خاصه لانه هذا ماهوش مرض شخصي يخص الشخص فقط، يخص الشخص ويخص افراد عائلته ويخص افراد المجتمع. يعني ممكن انت مريض تعطيه لعائلتك، واذا كان عائلتك مسؤوليه تاعك فافراد المجتمع الاخرين ماهوش مسؤوليه تاعك. يجب ان نفهم باننا كلنا مسؤولون عما يجري في بلادنا. ثم النقطه اللي مؤلمه جدا انه نشتكي لما تكون المستشفيات ممتلئه او ما كانش الاكسجين او ما كانش، يعني الدوله من واجبها توفر الاكسجين الى اخره، ولكن من واجبنا نحن ما نوصلوش رواحنا الى كما قالوا الاخوان في تونس انهيار المنظومه الصحيه. يعني عدد كبير جدا حتى قدرات الدوله ولا المستشفيات طلبت مساعده دوليه يعني كانها في حاله يعني شوف كاين بلد من كوب. كاين يعني كاين طرق اخرى اننا نساعد لا كومبان دو فاكسيناسيون على سبيل المثال. اليوم عندنا الطائرات راهي تتمشى يعني في الداخل تاع التيريتوار ناسيونال، النقل الجوي هو يعني يشغل منذ شهور. اون اوروب يزون في لو باسبور فاكسينال باش تركب في الطياره ست اندروا كونفيني صغيرو ديبلاسا من اندروا لانوتر اندروا قادر تحمل المرض. خويا جيكزيس لو كارني دو فاكسيناسيون باش تركب في الطياره دير الفاكسين تاعك. يعني كاين دي ميثود بور يعني ابورتي اون كونتريبيسيون على فاكسيناسيون. باغ اكزومبل هادو لي فوار راني نشوف فيهم تاع المتعاملين الاقتصاديين، انا نشوفو توتالور نشوفو في فوار الى اخره، جيكزيز لو كارني فاكسينال. يا خويا من الاول عندك عمال باش تجيبهم بور باسكو علاش كاين مواطنين عمر متفاوضين يعني يجو يروحوا التوافد تاع ولا التوافد تاع المواطنين. يا خويا جيكزيج دي زورغانيزاتور ولا دي ريبريزونتون دو سارتان بوات داتر فاكسيني. كاين دي ميثود بور افونسي دون لا فاكسيناسيون. الملاحظه في عندنا احنا للاسف يعني الجزائريين انه نتخذوا قرارات وما نطبقوهمش، نسخنوا في البدايه يومين ثلاثه ومن بعد نبردوا. يعني تشوف مثلا في هذه المعارض لي فوار ولا واحد يطلب بطاقه تاع التلقيح، ولا واحد يفرض عليك دير الكمامه الى اخره، ولا يعني 95% ماشي دايرين. شفناهم يعني حتى للاسف احيانا للاسف الشديد لما البعض يشوفك دير الكمامه
ربما يستغرب يعني كيفاش راك داير الكمامة نتايا ويقولوها لك حتى في مارجا لك مآمن انت بلي كاين كورونا. يعني للأسف الشديد وصلنا رواحنا إلى وضع الحمد لله ما وصلناش للوضع الخط الأحمر ولكن الوضع راه يتفاقم ممكن جدا لنكملوا هكذا راح نوصلوا لهذه النقطة الحمراء. احنا كنا نخذوا الإجراءات راح نكونوا أحسن نزيد راح كيما نقولوا نحافظوا على الوضع العادي تاع يعني العيش اليومي يعني هذا هو الأساس. لكن تبقى الحالة ويعني يرتفع عدد الإصابات بالضرورة الدولة تكون مضطرة باش أنها ترجع للحجر. دونك إذا كان رجعنا للحجر الاقتصاد يزيد يتشل كيما نقولوا الدراسة تزيد تتشل يهمها هذا القرارات تكون مرة. ولكن لما نشوف الأعداد هذه ونشوف واش راه صار في بلدان وخاصة بلدان الجوار على سبيل المثال هولندا عاودت تغلقت تايلاند عاودت تغلقت تو لي بيي كي تي كونسيرني بار لو توريزم عاود طلع عندهم كوفيد اي سون اون تران دو ريفيرمي. كي نشوف باللي البلد تاعنا افيك سو شيفر انا نخاف لان اون فا ديباسي ونقول غادو اون فا ديباسي من غادو اون فا ديباسي لان الايام اللي راهي جايه هذا العيد هذا من حتى لو 20 راه شوف الاسواق بوركو اون فيرم باسي يعني دي فوا اون اوبليجي دو بروند دي ديسيزيون. انا كي نشوف السوق تاع غلم ماهو السوق سي 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 انارشيك تسيب نتايا 100 واحد واقف على خروف اسمح لي انا فوق جانتردي وهذا يقلبه ويزيد الاخر يقلبه سي صار بروبليم ما كاش اللي داير كمامه ويزيد يجيبوا معاهم الاطفال عامل عامل تاع عامل نشر تاع الوباء اذا ما كانش فيه تنظيم حتى تاع سوق هذا البيع الموشي يعني بمناسبه العيد يعني الكبير يعني بكل صراحه ما راح نزيد نعيش اكثر ودي مشي باش نضحك حتى الذبح اللي يجيبو اون برانسيب دوموندي لها خارني انا اللي يجي نسف لك تما داخل على بالك واش نسف عنده كورونا ولا ما عندوش سي صار بروبليم صحيح حتى هناك مشكله ايضا في الشواطئ يعني يجب ان ناخذها بعين الاعتبار لانه مشكله كبيره جدا. نعم البلديات نعم هل مثلا البلديات وضعت تنظيم نتاع تاع هذه الشواطئ شوف سي جاكون باش برك ما يعني تستعملها انت شغل يعني عاملتها باش تدخل الشوارع سي جاكون ولكن القانون يتحمله الشعب لما يكون القانون مطبق بي يعني بصرامه على كل المناطق على كل على كل لي روا دو لي بوبليك لي ديسيجن سورتو هنا في الجزائر العاصمه عندك دي زوتيل كي فون بارتي دو شان كي اون دي بيسين كي سون اوفيرت وهاك داخل هذوك الشعب هذا تاع لا بيسين يخرج برا ولا ما يخرجش؟ يخرج يروح السوبيرات يروح لا بيتزيريا وتسيب دي بيسين تاع ليطا كي سون بلو كرون دو كرون زوتيل ديطا مغلوقين ما عندهمش اوتوريزاسيون. دونك فهمني اسكو الكورونا كان غير في لا بيسين تاع ليطا ولا كان صدر البروبليم حتى تاع الشواطئ سي اون اكزيج لا سيباراسيون دي سيج دي اون بو جيري اون بو جيري ولكن لازم تكون رقابه وصرامه في تطبيق القانون. ولكن هناك حل في وجهه نظري لهذه الازمه كامله وهي التلقيح. لما تلقح روحك روح للبحر وروح دير السوق وروح للسوق تاع الغنم الى اخره يعني وروح للمسجد تصلي الجماعه لازم كما قال عبد الوهاب هذه حرب تاع الان الرهان الجاي تاع التلقيح لازم يربح او نخسروه لانه لا يوجد حل اخر. في البدايه كانت الفاكسين قليله ما كانش الناس مشي كاع عندهم متوفره الان الحمد لله توفر على 5 ملايين راهي واجده و 4 ملايين راهي داخله يعني عندي 9 ملايين رانا ديجا 4,500,000 دارجيرين كي بوف اتر فاكسيني على سبيل المثال فايزر اليوم البارح يتكلم على اون تروازيام دوز على جال لو فاريون هذا لان لو فاريون دلتا الى كونتورني لا بارير فاكسينال سي سا الخطوره تاعه ولكن كي يسيبك فاكسيني يضرك ما يقتلكش البروبليم هذا مختار هناك كيمس حتى الاطفال حتى الاطفال حتى الدراري الصغار وهناك نقطه مهمه مهمه جدا ما على باليش علاش ما انتبهناهاش وما خرجناش اون ايفيدونس هي عدم وفاه اي شخص في الجزائر من جراء التلقيح حسب سيد الدرار اللي هو مختص واحد من كبار المختصين في المناعه ما كانش اعراض خطيره يعني ولا واحد خلى الكوما مثلا او توفى او يعني لماذا رانا خايفين من التلقيح؟ اي بار كونت جوستومون هذه مهمه نقولها للشعب الجزائري احنا لما اوروبا تقول لك اللي فاكسيني سبوتنيك ما يجيش عندي ولا ما نصارش بالفاكسين تاعو ولا سينوفارما الى اخره اليوم نقرا البارح ان ليما يعني لاجونس اوروبيان تاع 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 لي فاكسان طالبت ان ينزعوا استرازينيكا من لا فاكسيناسيون يعني ولات الخطوره اكثر في استرازينيكا. دونك اليوم ولكن حتى استرازينيكا حتى استرازينيكا في الجزائر لانه في الجزائر كان الصيني والروسي سبوتنيك واسترازينيكا الى اخره باستثناء نظن تاع 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 موديرنا نظن يعني كل اللقاحات في الجزائر
ولا واحد توفى ولا واحد دخل الكوما ولا واحد كانت عنده مضاعفات خطيرة حسب المختصين حسب السيد فوزي دراع. وبالتالي ما على بالناش علاش رانا خايفين. علاش؟ لأنه بعض اللقاحات في الخارج في واحد الوقت طلعت شكوك بالنسبة للسن، لانه شاف كانت مضاعفات على بعض التضخم في عضله القلب الى اخره، ولكن لحد الان حسب الدراسات الاوروبيه لا، العلاقه مش مؤكده 100%. الابحاث جاريه لمعرفه الاسباب ولكن ماهيش متاكده بانه ناتجه عن اللقاحات. وهذا الشيء اللي المفروض يسهل يخلي الناس ترتاح ذهنيا مورالمون، يرتاحوا ويروحوا يديروا التلقيح، لانه هذه الطريقه الوحيده باش نحميو بعضنا بعض وباش نحميو العائلات نتاعنا ونحميو الشعب نتاعنا. لا، لان احنا الجزائريين نتابعوا بزاف هذو النقاشات عبر القنوات الاجنبيه ولا سيما الفرنسيه، واحيانا تلقى فيه اشتباكات وعدم يعني اتفاق حول يعني هذا التلقيح. راؤول، البروفيسور راؤول تاع مارسي من الناس اللي اليوم راهو ينادي من اجل التلقيح. اليوم يا اخي هو كان من الاوائل اللي تكلم على الكلوروكين. اليوم راهو يقول لازم يعني هو غير حتى في الموقف نتاعو. تعرف عبد الوهاب نقطه برك ونروحوا، لانه الوقت يقولوا لي زملاء انتهى المخصص لهذا الجزء. حتى البعض في نقاشات يعني، لانه هذا الفاكسان داروها بخابر اطباء علماء في البحوث لا، ولكن العلماء والمخابر والاطباء والمختصين بعد سنه او سنه ونصف باش يلقاو اللقاح، ومن بعد يجي واحد خطيه الطب خطيه البحث يقول لك لا، يقتلك ويقول لك بعد 10 سنين يدير لك مرض خطير في الكليه او خطمه في القلب، رغم انه ولا واحد يثبت هذا. ثانيا الفاكسين في حد ذاته عنده عام، يعني حتى اللي داروه له مازال ما عرفناش اسكو يدير له حاجه في القلب بعد 10 سنين، ولكن هكذا للاسف راهو آلي، يعني المفعول آلي في الميديا. انا نعطي لك مثلا اللي يدير فاكسان تاع لونتي غريبال هذيك، علاش ما قلناش باللي عندها اثار 10 سنين او فاكسان او لا غريب كانت تقتلك في رمضان تقتل الكورونا بالضبط. للاسف الشديد. مشاهدي الكرام، يقولوا لي الوقت انتهى المخصص لهذا الجزء، فاصل قصير ثم نعود لنقاش حول اجتماع لترأسه الرئيس تبون لاعضاء اللجنه الطبيه، وكذلك اصابه الوزير الاول بكورونا، هل يؤثر هذا على اداء الحكومه؟ سنعطي وجهات نظرنا ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. قبل ما نبداو في الجزء الثاني نروحوا او الوضعيه الوبائيه في بلادنا، نروحوا فقط لقضيه الحادث المرور في قسنطينه. قبل قليل اصدر وكيل الجمهوريه بمحكمه زيغود يوسف بقسنطينه بيان حول الحادث، اكد فيه وفاه 18 شخص، 10 جرحى، وقال انه سبب الحادث هو الحافلة أو الشاحنة فقدت نظام الفرامل تاعها، وكانت تسير أيضا بسرعة شوية كبيرة، وبالتالي تسبب سائق يعني غير اتجاه الشاحنة اللي كانت جاية من جيجل نحو قسنطينة، واصطدمت بحافلة كانت راحة في الاتجاه المعاكس. الموقوف أو المتسبب في الحادث يوجد الآن تحت النظر، محجوز تحت النظر، وسيتم التحقيق، مازال متواصل، وسيتم التحقيق أو تقديم المتسببين في الحادث إلى القضاء. مختار، هذاك هو واش راهو في التحقيق. واش كنت نقول لك؟ سي ان بروبليم دو مانتونونس تكنيك، واحد ما يفيريفي قدام لا دير الشاحنة تاعك. أنت هذه شاحنة غادي تدخل بها الناس، فيريفي لي فران تاعك، vérifie si tu as la pression dans les freins tiers. Donc problème, c'est un problème d'entretien, un problème de responsabilité. Le camion qui t'y va te déporter sur la troisième voie. في البيان نشوفوا بانه السياره سبب عطل على مستوى نظام الفرامل، وكانت الشاحنه تسير بسرعه كبيره، يعني لو الشاحنه تقدر تفقد الفرامل، يعني تحدث، ولكن لو كانت السرعه في حدود المعقول كان يمكن التحكم في السياره. وبالتالي نظن نسبه كبيره لاسباب حوادث المرور هي السرعه الفائقه سواء عند الشاحنات او الحافلات او السيارات السياحيه الصغيره. هذه قانون الفيزياء، تعدي مستوى
ولا الدرجه تاع السرعه احيانا تفقد السيطره على السياره. ما راناش نهضروا على الاموات تاع الدراجات الناريه، راهي تحصد تاع الدراجات الناريه. صحيح 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 للاسف الشديد. يعني على كل حال مره اخرى كان شيء اخر نترحموا، عفوا نترحموا على الضحايا ونعزيو العائلات تاعهم وربي يصبرهم ان شاء الله في هذا المصاب الكبير. كان شيء اخر دانيرما في الطريق ماتوا زوج تاع كانوا في موطو، في زوج ما عندهمش كاسك. يعني البروبليم تاع الكاسك انا نشوفه فيه في الجزائر، لي سكوتر لي موطو بلا كاسك، يا راه معلقه هنا يا اللي هو عنده كاسك وصاحبه اللي مروا له ما عندوش. هذه ممنوعه في القانون، يعني تطبيق القانون نظن. نروحوا الان الى الوضعيه الوبائيه، عفوا كما قلنا من قبل اليوم وقع اجتماع راس رئيس تبون، ضم اعضاء اللجنه العلميه بعض الوزراء، وزير الصحه، وزير الصناعات الصيدليه، وزير الاتصال، المدير العام للامن الوطني، قائد الدرك الوطني واخرين مسؤولين. يعني وتم او وجه رئيس تبون باتخاذ اجراءات سريعه لمواجهه الوباء، ذكر مواصلة تطبيق إجراءات الوقاية والإسراع في التلقيح وتخصيص رفع نسبة الأسرة نسبة الأسرة من 7 إلى 15% وتخصيص أيضا المستشفيات الجوارية إذا اقتضى الأمر. ولكن في المحصلة قال البيان أنه الوضع الوبائي إلى غاية الآن متحكم فيه، ولكن إذا ما التزمناش بهذه الإجراءات وما سرعناش في التلقيح ممكن جدا يكبر الأمر ويصبح صعب التحكم فيه بشكل فعال. ملاحظه برك في الاجتماع هذا تاع اللي تراسوا السيد رئيس الجمهوريه، شوفوا اللجنه الطبيه والاعضاء تاع الوزراء اللي راهم حاضرين كاع راهم لقحين، ولكن شوف الوضع تاع الكمامه، لان صارس توجور يعني ان مويان دو ستوبي الاخر الانتشار تاع هذا الوباء هذا. دونك حتى كي تلقح وتروح في اماكن يعني اللي فيها الناس ماذا بيك دير الكمامه تاعك، لان لو بروبليم اكتويلمون تاع هادو لي فاريون اللي تبدلوا الى اخره مازال ما صبناش الدواء. حتى التلقيح ماهوش دواء، التلقيح هو باش يعطي لك يعني بلوس ديمينيتي، حماية يعطيك بلوس ديمينيتي، ولكن اون با انكور تروفي لو ميديكامون بور لا كوفيد 19. دونك على ذاك اللي الوقايه لا ديستونساسيون سي تري امبورتون، سي تري امبورتون. التلقيح خاصة التلقيح. والتلقيح لازم يروح يلقحوا، حتى واحد ما مات بالتلقيح. نشوفوا امريكا حلت اليوم لان لقحت كاع لا بوبيلاسيون راحوا ل 12 اون، لي زونفون تاع 12 اون اللي يلقحوا فيهم، يعني نظن ماشي دولة عظمى كيما 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 امريكان اللي تشك في الفاكسان وتروح تلقح كاع لا بوبيلاسيون وهي تعرف باللي غادي يكون خطوره في الفاكسان. سي دي لابوراتوار سيريو، لو فاكسان نو تو با، لو فاكسان يزيد لك في ليمينيتي تاعك. الامريكيين دفعوا ثمن غالي، خلصوها غاليه نهار في وقت ترامب وين ما داروش تلقيح، وين ما كانش تلقيح وما داروش الكمامه. البرازيل ايضا ما داروش الكمامه، البرازيل الرئيس تاع البرازيل اللي راه متابع، يعني كاين بعض الجمعيات تاع المواطنين اللي رفعت قضيه ضده لانه ما حماش البرازيليين، وهو اللي كان يقول لهم ما ديروش الكمامه كما دار ترامب في بريطانيا. في جونسون في بريطانيا كل الذين اهملوا الاجراءات الوقائيه والتلقيح راهم يدفعوا الثمن غالي الان. عبد الوهاب، لا لان حتى الان طبيا ما وصلناش ان نضبط بدقه طبيعه هذا الميكروب الى حد الان، وبالتالي لما ما توصلش الى هذا المستوى لهذه الدرجه اذا ما تقدرش يكون فيه دواء. لازم تعرفه وبدقه، يعني فو ليدونتيفي اي لو كوناتر باش انت دير الدواء الملائم. بقى درك بقى هذا التلقيح هو التخفيف من حده هذا الميكروب، لان هذا الميكروب عنده قوه تاع التكيف كيما نقولوا حنا، والتنوع كل مرة يخرج لنا صنف، كل مرة يخرج لنا صنف، وبالتالي أي كيما نقولوا طريقة أو يعني أي حل كيما نقولوا يتعدى الزمن، لأنه يظهر لك في شكل آخر. وبالتالي نقولوا باللي هذا الوباء هو ماهيش خرافة يا الناس، راهي حقيقية، وبالتالي لازم ناخذوا الأمر بجد، الأمر بجد، وماناش حنا طرزونات. احنا فو با الجزائريين نعتربوا نفوسنا طرزونات، وعلى كيما نقولوا احنا الشعب كيما نقولوا المنتظر. لا لا يا جماعه، رانا كيما الشعوب الاخرى، رانا كيما الشعوب الاخرى، وناخذوا العبره
من التجربه تاع الاخرين، ولا سيما في هذا الوضع نتاع الوباء اللي قادر غدوه يدينا ولا يزيد نتحبسوا من جديد في الديار، ما بقيناش نخرجوا. عندنا فرصه نشوفوا الاسعار تاع البترول طلعت الى اخره باش نديروا انتعاش اقتصادي، ولكن الكومبورتمون تاع الناس تاع المجتمع حنا لان الحكومه وضعت الامكانيات كيما اليوم ما يحوسوش كل يروح يفاكسيني. دونك سي ان ارجون كي ايتي ديبونسي بور لا سونتي دي زارجيان. الا حنا الكومبورتمون تاعنا يبقى نيجاتيف وما نروحوش نلقحوا، غادي نعرقلوا ما من مسيره تاع الاقتصاد تاع الجزائر ونوضعوا حقيقه البلاد في خطر. لان لما نشوف الدلتا هذا تاع الهند وين خرج نهار الغانج، نهار اللي راحوا يديروا البيريناج تاعهم في الواد تاع الغانج تما كي ترغت وكشت ولا حتى يحرقوا في ليكور في الطرقان. حنايا قلت لك هادو لي زيستوار تاع العراس وتاع العياد وتاع يفون فير اكسبلوزي لي شيف، لان ما كاش يا با اون ديسيبلين. لازم دروك اليوم انا لما شت مسؤولين الامن يعني حاضرين الاجتماع هذا، نظن فيه تعليمات للتطبيق الصارم للقانون بور لا ديستانساسيون في المحلات، في لان كاين توعية ولكن كاين قانون لازم مراقبة. إذا ما راقبتش حتى واحد ما يطبق، ونبقاو كاع في خطر، نبقاو دائما في خطر، لأن ميم فاكسيني أوني توجور أون دونجي. شوف على سبيل المثال نعطي لك الصين راهي دروك الاقتصاد تاعها شحال عندها، مليار وشي، مليار و400 مليار و500 الصينيين، ولكن بالفاكسين تاعهم حبسوا الوباء وراهم يخدموا والاقتصاد راه ينشط إلى آخره. حاجة أخرى انا نشوف لما نشوف اليوم باللي حتى الشركات الاجنبيه راهي تجيب يعني دي باساجي من الخارج لهنا، لازم يعني هذه فني يعني كي تكون كان قرارات تاع دوله تطبق على الجميع الناس كيما راه دايرينها فني هما في الخارج. ليترونجي كونت يرونتر اون الجيري دو بارتير اون كونفينمون، لان ميم لي فاريون هادو دخلوا لنا من الخارج، يعني الاجانب اللي تجي الجزائر لازم تروح اون كونفينمون. شوف في كندا كنا نهضر مع الدكتور بن سعاده هو يعني حاليا يتحضر باش يروح، يفا بارتير اون كونفينمون دو 3 جور في ان اوتيل كي فا بيي من جيبه، الى 15 جور دو كونفينمون في الدار، وكون يخرج راهي بالالاف تاع 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 الدولارات تاع الدولارات. دونك اون ابليك لا لوا بور تو الموند، ماشي تاع اللي نجيبهم حنا يروحوا كونفينمون، اللي يجوا باسكو اجانب، باسكو حنا لي زاندو اللي جاو هادو دي خطره اللي جاو اللي جابوا لنا لو فاريون انديان اللي دخلوا لنا هنا. كون كي دخلوا المطار راحوا كونفينمون حتى ناسوا ما طلقناهمش دون لا ناتور، ما يدخلناش الفاريون انديان، فاني صرامه في الدخول تاع الاراضي الجزائريه. على ذكر التجمعات، هناك بعض الولايات تاخذ قرارات بمنع الحفلات بمنع الاسواق، وهذه شيء ايجابي، ولكن مش كل الولايات، يعني بعض الولايات اللي عرفت قفزه نوعيه في عدد الاصابات، ولكن بصراحه نتمنوا انه قرارات اخرى تتخذ ويطبق. ونظن هذه الرساله من حضور قائد الدرك الوطني والمدير العام للامن الوطني اليوم لتشديد الاجراءات ضد اللي ما يدوش الكمامات الى اخره. عفوا عبد الله، واحد ما يحترمش الاجراءات، انا بالنسبه لي هو ستانك دو سابوتاج كيما اللي يروح يحرق الغابه كيف هو عمليه تخريب بكل صراحه. وهذه اللي نخاف نقولها، يجب نتحملوا مسؤوليتنا، قال لازم نتحملوا مسؤوليتنا ونساهموا في الحد من هذا. احنا جايين باش نعالجوا يعني الامور في بلادنا، ما نمركوش كلش على الحكومه ولا نقولوا لا الحكومه مليحه، نهضروا الحاجه تاع الواقع. البروبليم اكتويلمون ماهوش في الحكومه ولا في الامكانيات تاع الدوله، البروبليم راه في الكومبورتمون تاع كل مواطن، عائلات كامله بلا ما تخاف على اولادك، ما تخاف دي خطره. صديق يهضر مع صاحبه من فرنسا يقول له ريغليت المشكل، راني شريت كارني دو فاكسيناسيون، شري كارني دو فاكسيناسيون باش تجي تشوف والديك. يعني يا ان بروبليم دو كونسيونس، يا ان بروبليم دي ريسبونسابيلتي، ولازم تطبيق صار من القانون. شوف هناك نقطة ثانية أنا نشوفها مهمة، أنه كثير من الجزائريين في المجتمع تاعنا نعرفوه، هذا هو المجتمع تاعنا، يرفضوا، لا عفوا باستثناء عدم المساهمة في التلقيح يرفضوا التلقيح لأنهم يخافوا يعني تلقوا كم من المعلومات في الفيسبوك، في وسائل الإعلام، في مواقع التواصل، كاين اللي كذبوا عليهم، إشاعات إلى آخره، حرب نفسية، جدل واقع في العالم كامل. بداو يخافوا. انا شخصيا يعني من خلال الحديث مع بعض الناس اللي باش يروحوا يتلقحوا بعض البساطة الى اخره، يخافوا، يقول لك انا من لانه خايف. لماذا خايف؟ لانه تلقى معلومات خوف. مشكلة هنا انه المعنيين بقطاع الصحه او بقطاع التلقيح ما داروش حمليه تحسيس في الوقت، كانوا متاخرين كثير وكانوا ضعاف. الان تم استدراك الامر، ولكن من قبل يعني كانوا قادرين بلغه بسيطه بلغه سهله تتوجه الى عموم الجزائريين بانه خاصه
ما فيش ضحايا من هذا التلقيح، ما فيش اثار سلبيه، لانه هذو علماء اللي داروا التلقيح، ويجي واحد ما عندوش علاقه لا بالطب لا بالعلم يقصر في الفيسبوك يقول لك راح 10 سنين تموت و10 سنين تشوى وممكن ما تنجبش وممكن لا ادري، وشكون قال له؟ ربي ربي وحده اللي يعلم. وبالتالي تعرضنا الى عمليه، مش عمليه خداع وعمليه تضليل، الى عمليه يعني شعوذة يعني تقريبا اذا جاز هذا التعبير، واستهلكنا هذه المعلومات. المشكل انه المكلفين بالتواصل وبالاتصال نظن ما قاموش بالدور الذي يجب في الوقت المناسب لاقناع الجزائريين. الان استدركت وزاره الصحه، ونظن هذا باشراف مباشر من رئيس تبون ليتابع شخصيا حسب المعلومات تاع 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 التحسيس، يعني عمليه الان شفنا البارح في بعض وسائل الاعلام العموميه يوم مفتوح على عملية تلقيح، ممكن وسائل الإعلام أخرى راح تمشي في هذا الخط، فقط لإقناع الجزائريين بأنه لا يوجد حل آخر باستثناء التلقيح. التلقيح هو الوسيلة الوحيدة اللي تستوبي وتحبس انتشار الوباء. أنا قلت لك كيما داروها في العالم كامل لو باسبور فاكسينال باش تبوسي الناس تلقح، باسكو كاين فيه تحسيس، ولكن دي فوا عندك الإمكانيات أنك تطلب من الناس باش تكون منقحة لاستعمال بعض الأشياء، ركوف الطائره حتى في ليلي نانتر اعطيني كارني فاكسينال تاعك، باسكو راك ديبلاسي من بلاد لبلاد وتنشر في الوباء ان بو بارتو سي تو ني با، باسكو هذيك تاع ديجا ما كاش بي سي ار، بالك اللي كي تركب دوك في ليلي نانتر عندك برك الكمامه طالبوها لك، كي طلعوا للطياره ما كاش كمامه، كاع راهم قاعدين بلا كمامه. دونك لا فاكسيناسيون دوات اتر اوبليغاتوار دو موا دوات اتر اكزيجي بور لي جون لي انت سي جابون، انت لقحت كاش ما صرالك، انت لقحت وانا لقحت والام تاعي عندها 35 80 عام لقحت وراي لاباس عليها. دونك لو بروبليم اي لا، لو بروبليم سي كيا دي مومون وين فودري امبوزي لا فاكسيناسيون بور دي سيكتور استراتيجي. انا اللي يخدم لي في البترول وراني عايش منه يتفاكسينا باش يتفاكسينا. انا سمعت بروفيسورة في قناه عموميه واش قالت؟ قالت ما الانسان يكون فاكسيني عنده دار تلقيح ما حتى يحكموا وكانه حكموا زكام، هذا يعني شيء اساسي. بروفيسوره ماهوش يعني بروفيسوره كبيره قالت هاو، يعني معناه فائده التلقيح واش نقول لها؟ راك حكمت لك كيما نقولوا حنا انغريب داويها انغريب، بصح اذا ماكش فاكسين ماكش ما درتش التلقيح هاو واش يصير لك؟ الوحيد حسب مقرينا والاطباء، لانه الاطباء لما تروح تلقح راح يسالوك واش عندك امراض واش عندك، واذا كان عندك بعض الامراض يشوفوا هما باللي التلقيح مش مليح ما يعطونكش التلقيح. هذه طبقت يعني، وحسب مقرينا في وسائل الاعلام العالميه بيان سور يعني كيسيونير، كاين فقط اللي عندهم حساسيه مفرطه اليرجي كبيره اللي ما يديروش تلقيح، كل الاخرين بالعكس اللي عنده امراض مزمنه لازم يلقح الى اخره، لا يوجد خطر. حتى نشوفوا برك الزملاء يذكروني بالأرقام، نشوفوا مثلا في 5 جويلية كان العدد إصابات 500، نشوفوا المنحنى التصاعدي نتاع الإصابات في 10 جويلية وصلنا إلى 830 أو 34، يعني تقريبا إذا مانيش غلط 60% 60% نتاع ارتفاع في ظرف يعني 5 أيام. شوف يعني 8 جويلية ولا 9 جويلية براتيكمون 2000 200 620 انخفاض بين 9 و10 جويليه، ولكن بين 5 جويليه و10 جويليه في تصاعد كبير. يعني الوضع الوبائي صعب جدا. لحد الان ما وصلناش الى نقطه الحمراء ولكن رانا في البرتقالي، يعني في لورونج يجب ان ننتبه. الحل الوحيد الان هو التلقيح، هذا مش تضليل او دفع الناس الى، لانه مثلا في 3 احنا درنا تلقيح لا يوجد اي مشكل، حتى الاعراض الجانبيه للناس اللي خايفين منها معروفة، يعني راسك يوجعك، ممكن جدا حمى، ممكن بعض الآلام في العضلات عادي جدا مع البروفيسور يعني اللي كان معنا هنا الأيام هذه، يعني حتى لو فاريون دلتا هذا يعني الأعراض تغيرت، باسكو كاين ناس بزاف يقول لك باه أنا راني ما زلت نشم ولا راني ما زلت نذوق ما عنديش كوفيد، الأعراض تغيرت، لأن اليوم كيما لو دلتا عندك شغل لونجين
داكور عندك دي سيفالي راسك يضرك وعندك شغل الروم لو نيك يكون يعني حتى الاعراض تغيرت دونك على داك حتى ممكن جدا يمر مباشره الاثر تاع خفيف مباشره الى الليفومو ويقدر حتى البي سي ار حسب قرينا البي سي ار ما يقدرش يكتشفوا لانه ما يخليش اثر تاعو في 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 الجيوب الانفيه هذه الوضع خطير. نروح الان مباشره الى اصابه الوزير الاول ايضا سيد ايمن بن عبد الرحمن بكورونا. بيان اصدر اليوم وجاء في البيان انه الوزير الاول سيواصل عمله من مقر اقامته وانه سيخضع الى حجر لمده اسبوع. طبعا نتذكر الرئيس تبون ايضا اصيب بكورونا وشفنا ربي الطف والحمد لله. نتمناو الان ان تكون اصابه الوزير الاول لانه الوضع لا يسمح بصراحه انه تكون اصابته خفيفه، ولكن هل يؤثر هذا في اداء الحكومه لانه التعيين جديد الان البلاد محتاجه الى الدفع. نتمناو على كل حال تكون الاصابه ان شاء الله خفيفه. نتمنى ان شاء الله يرجع عند قريب للعمل تاعه حتى اذا يعمل ا ديستونس. On a besoin de lui maintenant, يعني sur le terrain, يعني الأمور رانا نشوفوا رانا في الصيف وكشت هادو حرائق هادو مشاكل هادو ديك. احنا نتمنوا لسي أيمن الشفاء العاجل ويرجع يعني للعمل تاعو à distance, il peut travailler, لأن نظن كل وزير راه عنده المهمة تاعه. Je pense qu'il y a eu déjà يعني la répartition des tâches pour chaque ministère, les priorités rendent bénin, il peut يعني et en plus de ça, il n'est pas seul, il a un staff يعني qui peut continuer. ولكن نقطة يعني الواحد يطرح سؤال، هل الوزير الأول كان دار فاكسان ولا ما دارش فاكسان؟ طبعا اللي دار فاكسان أيضا تحكموا الكورونا ولكن الآثار تاعها تكون خفيفة جدا حسب الأطباء. يعني أتصور، أنا ما عنديش معلومة، ولكن أتصور أنه الوزير الأول يكون دار فاكسان لأنه أعضاء الحكومة يكونوا داروا الفاكسان دون، وبالتالي نتمناو أنه الآثار تكون خفيفة وبالتالي يرجع بسرعة إلى عمله. احنا الدرس لازم ناخذوه من يعني مرض الوزير الأول أن حتى ما كانش واحد في مأمن، في مأمن بيرسوني طلابري، ونقولوا الناس ماش حتى نوليو في حالة مأساوية باش نتوعوا، فو با سي كريا ان شوك بور كومبرين كونسيونس، بالعكس لازم نتوعوا من درك، لازم نتوعوا من درك، أولا نروحوا نلقحوا أنفسنا وكذلك نحترموا الإجراءات الوقائية، لازم فوالا كلش أوبليغاتوار، شفنا حتى في بعض أنا أظن ربما هو لازم يحضر البرنامج تاع الحكومة ولازم يعرضوا لربما فرصة اللي تخليه نتمنوا تكون خفيفة إن شاء الله تكون خفيفة، لأنه إذا كان ملقح هنا أتوقع أنه يكون ملقح راح تكون إن شاء الله خفيفة، لأنه يوجد الإكسبيريونس تاع الرئاسة تقاست والبرمي مينيستر تقاس بالكورونا حسب بيان هذا، يعني نظن ايزون بري لا لوسون هذيك، لان شوف اون بتيت ان اتونسيون يعني تهافى دقيقه برك تنجم تكونتامي. حتى مختار حتى نشوفوا حتى اللي دايرين التلقيح يديروا البافيت، لانه التلقيح ما يحميش 100%، يحمي 90% 85%، كان يقولوا 95% تبقى 5% او 10% ممكن تحكمك، ولكن اذا حكمتك وانت ملقح الاثار حتكون خفيفه حسب المختصين حسب الخبراء. لا بيان سور تكلموا عليها باساب في عدة مناسبات، وبالتالي لازم نحترمه كما لازم نديروا الكمامة، لازم نغسلوا يدينا بالصابون، لازم الأئمة دور يعني الأئمة كبير بزاف في هذه المرحلة تاع العيد، أنهم يعني يدرسوا القضية مليح في هذا التقارب تاع الناس في العيد هذا، وحنا نشوفوا في أرقام كما هذه نظن يعني حتى يوم الذبيحة خبرك على الذبيحة أحيانا تكون جماعية وتكون نساء ورجال وتكون تعرف عبد الوهاب انا عندي فكره، يعني انه الجزائريين معروفين بالتضامن في وقت المحن في وقت الازمات، شفنا مثلا تضامنوا في الحرائق نتاع خنشله اللي الحمد لله توقفت، للاسف خسرنا نظن 2500 او 2700 هكتار في قضيه كوفيد. لو نفسيا بسيكولوجيا نعتبروه نوع من التضامن، يعني لما الواحد يلقح كانه يتضامن مع جيرانه مع اهله مع المواطنين مع الشعب الجزائري، ممكن لو ناخذوها من هذا الباب ممكن جدا نلقحوا، لانه يصبح قضيه تاع تضامن مع الاخرين. يا اما ما كانش عائله اللي ما تمسكش
ولكن يا عبد الوهاب، إذا كان كل عائلة تمست وهذه الأرقام اللي رانا نشوفوا فيها، فتخيل أنت إذا انتشر الوباء وش راح يوقع. بصح شحال عندنا احنا، أنا في الحصة تاعي شحال عندي من شهر راني نقول أتونسيون، لأن كي تشوف المجتمع كيف راهي فونكسيوني تعرف بلي رايحين مرحلة كي، لأن علاش؟ لما تشوف انت دول اللي عندها بليس دو مويان هنا ضربتهم لا تروازيام فاغ سي بار ميلي داكور، وعاودوا غلقوا، وانا نشوف في تاوعنا رخاو كلش، عرفت باللي غادي نلعبوا لهذا الشيء وهذا قليل، لا غادي نطلعوا، لان الايام هذه الارقام تاع البي سي ار نظن تاع البي سي ار يعني ممكن جدا الارقام 5-6 مرات اكثر. كاين لوطو ميديكاسيون، كاين اللي يقول لك نحن نشري الدواء ونقعد في الدار، كاين في لي فيل دانتيريور بالك ما يروحش مع بار لوبيتال. ولكن مختار عبد الوهاب، يعني في سؤال بصراحه، احنا رانا قاع جزائريين قاع مواطنين، لماذا الجزائري ما يحبش يروح يلقح؟ لماذا باستثناء اللي خافوا يعني، كاين واحد اخر يقول لك ما روحش اللقاح وما زالك تامن تاب كورونا الى اخره، في رايك لماذا مثل هذا الموقف من والكورونا تقتل يعني، رانا نشوفوا يوميا الناس تموت. لي ريزو سوسيو داروا حاله في هذا الفاكسان ضد لي زارجينيان باش ما يتفاكسيناو، سا في بارتي دو لا غير دو كاتريام جينيراسيون بور ماتر هذا المجتمع اجنو داكور، سي فولو هاد الناس اللي كيما قلت ما هو لا طبيب لا يجي يحكي لك على الفاكسان وتقول هو اللي خدمه، اتونسيون ما ديرش الفاكسان، سي سا في بارتي دان بلان كونتر سو بيي. باسكو علاش كيما تشوف انت الدول قاعد لقحت لحقوا حتى 95% دو بيرسون فاكسيني وعاود النشاط تاعهم، احنا الفاكسان كاين اليوم والناس ما تروحش تلقح، باسكو كاين عمل كي طونطران دتر في كونتر لا فاكسيناسيون سور لي ريزو سوسيو بور بورتي اتينت على الجيري. هذا هو المفهوم تاعي، لان في 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 في, في العادات تاعنا امواتنا الجيش تاعنا قاعد يروحوا يديروا فاكسان تاع لا غريب، قاعد تما غير فاكسان برك اللي نو يا كومبان يا كومبان. الجزائر مستهدفه حتى ما يشوفوش لا كومبلوتيت، حتى من الانسان ما يدي سونس كومبلوتيست فوالا، حتى ما يشوفش هذه الاجنبيه ولا كل شيء. ولكن كاينين الناس اللي يلعبوا العقليه تاع الجزائريين، كاينين يعرفوا العقليه تاع الجزائريين، الى ربما فيه جانب من العقيده يقول لك الموت بيد الله، فيها هذا الجانب يستغلوه. زيد الجزائري شويه كتعرف فايق خير من الاخرين، هو يعرف الرياضه يعرف الطب يعرف في كلش، كي تسالو يتكلم معاك ويتناقش معاك في 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 كل الامور، ولكن هذه طلب كمان الثقافة، طلب يعني مستوى. يا سيد راك تشوف كل عام وراه يتزيد، كل عام وراه يتزيد، إلا لازم درك توعى، لازم هي قضية وعي. وزيد يا سيدي بما أنك تقول الموت بيد الله، يروح يا سيدي فاكسينيس لماذا مثلا الواحد لما يمرض يكون عنده قلب يروح يدير عمليه جراحيه، لما يكون عنده الاستوما المعدي عمليه جراحيه، والان في كورونا يقول لك لا حتى نموت. شوف الموت اجل، يعني عنده الاجل تاعو، روح دير الفاكسان وكي يجي اجلك يجي اجلك، ولكن نحميه بعدها. ما تقدرش تمس المجتمع كامل، هذه ما كاش منها، ما باش دير الفاكسان وقعد في دارك ما تخرجش، باش تروح تقضي للسوق وتقيس انسان قادر تسبب حتى في الموت تاعو. تطبق عليها عفوا عبد الوهاب، تطبق عليها المقوله نتاع حريتك توقف عندما تبدا حريه الاخرين، لانه اذا خرجت من دارك راح تلحق الاذى بالاخرين، توقف هنا قبل ما توشي اخرين، اما باش ما تسبب في الوفاه تاعهم وتروح للبحر وتروح للعراس وتروح يا هذه عندنا عائلات شفناهم فوالا نحبوا البوسو، نحبوا البوسو بعضنا بزاف، يقول لك والله هيا تجي نبوسكو مع ولي يسرى يسرى صح، حتى اصدقائي زعف كما تسلمش عليه يعني ما نسلمش اخويا زعف على روحه، ما نسلمش انا في هذا الوقت دونك ما صبناش الدواء ما نسلم حتى على واحد والله سير يا صبي ربما يزعفوا عليك خليهم يزعفوا على روحهم يزعفوا عليك عندي لاباز تاعي هنا في جيبي ما نقلعهاش والسلام ما كاش وتعلمنا ديجا نسينا هذه تاع عقار انا غيرها ان شاء الله انتهى الوقت المخصص لهذا الجزء ايضا، نتمنوا الخير لبلادنا ولكل الجزائريين، نتمنوا نروحوا نلقحوا لانه لا يوجد حل اخر، كل الذين قاموا بالتلقيح ما ماتوش ما صارت لهمش مضاعفات خطيره باستثناء البعض مش كلهم، يعني البعض عندك شويه راسك يوجعك شويه الحمى شويه ممكن وين عادي يعني الام في العضلات عادي جدا كما قال لي فاكسان في ملي درناهم في حياتنا، وبالتالي ولكن هذاك التلقيح ممكن ينقذ، مش ممكن اكيد راح يوضع حد، نحن نساهم في كل واحد يدير الفاكسان راح يساهم في وضع حد
لهذا الانتشار هذا الفيروس وبالتالي حماية الجزائريين، لأنه هذا هو التضامن إذا كنا حابين نتضامنوا مع بعضنا بعض. شفنا وهذه فيها فيهم الجزائريين عموما في الأزمات والمحن يتضامنوا مع بعضهم بعض. يجب من وجهة نظري أخذ هذه القضية على أنها نوع من التضامن باش تحمي جارك تحمي أهلك في الجزائريين كافة. يجب كان بقات إذا سمحت سي حماشي بقات فئة من الجزائريين سي لي جون دان سيرتان ماج اللي تسيبهم ميم كونت يسون اون تران دو فير لير كورس دايرين لا بافيت تاع ان سيرتان ماج نشوفوه في الجزائر. أما لي جون مازالوا حاسمين باللي الكوفيد يحكم غير حنايا يحكمنا غير حنا هما ما يحكم. ألوغ كو اليوم راهو يضرب أكثر صغار في الشبان. علاش يقعدوا مع بعضهم بعض في الكارتي لا ميم سيغاريت لو ميم كافي إلى آخره يشربوا في غوبلي واحد. حتى يجب تذكير أنه شاب ربي يرحمه في عمره 18 سنة توفى في أحد مستشفيات العاصمة قبل يومين أو ثلاث أيام. هناك عائلات كاملة بما فيها الأطفال الصغار يعني تاع 11 شهر حتى 10 سنين 12 سنة 15 سنة ولاو يتقاسوا بكورونا. الأمر خطير خطير، مش رانا نخوفوه لكن يجب الانتباه لأنه غفلة شوية قادرة تجر عائلة إلى الموت لعلي قدر إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدي الكرام، نلتقي بكم غدا بحول الله تعالى. تصبحون على خير.